مساء النور، معكم فنان ديالكم عصام سرحان. كيف ما كتعرفوا اليوم المناسبة اللي هي عزيزة على المغاربة كاملين، مناسبة ذكرى عيد العرش المزيد، الله يطول في عمر سيدي، وإن شاء الله كنتمنوا له الصحة والعافية وكافة الأسرة العلوية. وكيف ما كتعرفوا هذه المناسبة اللي هي عزيزة علينا كاملين، كيف ما شفتوا كانت واحد التفاعل كبير بيني وبين جمهور مدينة سلا قرية حسين بالضبط. لأول مرة كنزور هذه المنطقة، يعني صراحة الجمهور كيف ما شفتوا كان واحد التفاعل كبير بيني وبينه، والحمد لله الله يخلينا دائما عند حسن ظن الجمهور ديالنا اللي كيتقبل الاغاني ديالنا وكيتقبل الحياه ديالنا وكيتبعنا في وسائل التواصل الاجتماعي دائما. انا شخصيا كنظن ان وزاره الثقافه دائما كدير المجهود ديالها، كنظن ان المغني خصو يوصل عندهم، لانهم دائما وزاره الثقافه كتفتح الابواب ديالها يعني الطاقه الشباب المغرب، خاص غير كيفاش الفنان يوصل لهم ويطرق الابواب ديالهم، حيت ما يمكنش تكون انت كفنان جالس في الدار وكتسنى وزاره تدق عليك. طبعا ما غاديش تدق عليك الا اذا انت بادرتي ومشيتي ودفعتي الملف ديالك. وكنظن ان وزاره الثقافه دائما كتشجع الفنانين وكتشجع التراث المغربي، الا اذا كان كيف ما قلت لك انت ما طرقتيش الباب، او الا كان البروجي ديالك ماشي في المستوى ديال التطلعات ديال، يعني انا كيف ما كتعرف ملي كنقولوا وزاره الثقافه راه هي شي حاجه اللي كتنمي يعني التربيه والثقافه الى اخره، فكنظن خص يكون توفر فيك الشروط ديال الفنان الحقيقي. هادشي اللي كاين الاعمال ديالي ان شاء الله ربي، عندي واحد الالبوم اللي مسمي مليح الاندلس، غادي نخرجوا قريبا، فيه مجموعه من الاغاني، يعني فيه 8 ديال الاغاني خدمت عليه بواحد الشكل كبير يعني تقريبا 3 سنوات، ماشي سهله، ولكن الحمد لله كنتمنى انه يعجب الناس، وانا يعني متاكد انه غادي يعجب الناس لانه خدمت فيه بزاف. ما نقدرش نحدد لك واحد بحكم اني مغني شاب، يعني كنتاثر طبعا بالرواد، لان الرواد هما اللي علمونا الغناء شنو هو الغناء، سواء الرواد المغاربه ولا في الوطن العربي. هضرنا على المغرب، طبعا كنقولوا المغرب كنقولوا عبد الوهاب الدكالي، كنقولوا عبد الهادي بالخياط، نعيمه سميح، مجموعه من الفنانين اللي صراحه كنحبهم وكنقتدي بهم وكنعاودوا الاغاني كذلك. دائما غتسمعوني كان في المحافل ديالي كنغني اغاني ديال الرواد ديالنا وكنحاول نحييهم. شنو نقول لك، الدنيا باطمه الله يطلق صراحه، ان شاء الله يا ربي تدوز هذه المحنه ديالها تدوز بخير. وكذلك الفنانين اللي كيف ما قلتي مؤخرا ولينا كنشوفوا شي ظواهر ديال يعني المشاجره بين الفنانين، كنتمنى ان شاء الله يا ربي الدائره ما تكونش، لانه حنا كنقدموا الفن والفن دائما كيدعي للسلام والمحبه، واسمى حاجه ربما كاينه في الحياه هو الفن، شي حاجه اللي زوينه خصنا نكونوا قدوه، حنا كفنانين خصنا نكونوا قدوه. وان شاء الله يا ربي كنتمنوا كل واحد الله سبحانه وتعالى يعطيك ما في قلبه. منتخب وطني شهادتي فيه مجروحه، انا من الناس اللي كنموت على الكره بواحد الشكل كبير، وكنت كوايري من كنت باقي صغير وكنت كنلعب بشكل احترافي، فكنتمنى لهم ان شاء الله يا ربي، ماشي كنتمنى لهم ميداليه، ان شاء الله احنا غادي الميداليه، تذكروا هذا الحوار ديالي غادي تشوفوه من بعد، وان شاء الله كنقول لهم مبروك من هنايا. هادشي اللي كاين هذه المناسبة الغالية على قلوب المغاربة كاملين، له نقول لصاحب الجلالة عرشك باقي وتاجك يعلى وسيفك حق وجبينك غار، ونحن نعلى شعبك يا ملك الأحرار. اليوم احنا اليوم في جامعة حسين بسلا في ضمن فعاليات الاحتفالات بعيد العرش المجيد ذكرى 25، فكما كتشوفوا الحمد لله المغاربة كاملين من طنجة للقويرة محتفلين بهذه الذكرى 25 الغالية علينا. وكتشوف من جهة ثانية الجمهور اللي التقينا به، جمهور راقي، جمهور رائع، هذا معروف دائما على الجمهور المغربي اللي هو كيتواجد هون في هذه الحفلة اللي معدلة في حصين،
فجمهور راقي أول شيء كيحترم الفنان، وسواء فنان مغربي ولا خارج المغرب فهذا معروف على الجمهور المغربي. وجديدي إن شاء الله عندي تصوير الأغنية، أغنية السلام مع أطفال العالم إن شاء الله. فكرت أني نصورها في الأمم المتحدة بسويسرا، من وهذه صيحة من بلد المغرب، بلد السلام والسلم، بلد التعايش. يعني هذا الصرخة، صرخة أطفال اللي كي يدوروا كي يبحثوا على السلام لما نعيشه في هذه هذه الأونة الأخيرة، لما يعيش العالم في هذه الأونة الأخيرة. السلام عليكم بعدا، وشكرا بعدا على القنوات اللي كانوا معنا في هذا الحفل. اليوم هي حنايا في الجماعة ديال الحصين بهذه المناسبة ديال تربع جلالة الملك العرش 25 عام، الله يجيب له صحيحته ويشافيه وينصر الأسرة العلوية كاملة. احنا راه كاينين هنا اليوم في الجامعة حصين باش نحيوا هذا السهر مناسبة عيد العرش، أنا والفرقة ديالي، وكاينين فنانين آخرين بحال عصام سرحان، لالا رشيدة طالة اللي كتواجد معنا، كاين فكاهيين كاين. وهذا راه تالي تحفل دابا في مدينة سلاك، نزلنا بالطانة وفي حي السلام، ودابا حنا اليوم هنايا. وش نقول لكم، هذا نهار كبير، هذا عرس عندنا احنا المغاربه، وحنا بالاخص مدينه سالا السلاويين كبير، احنا فرحانين بهذه المناسبه، وهذا عيد كبير عندنا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.